إحنا بالمحاضرة الماضية كنا بلشنا بشابتر 6. هذا التشابتر بحكي على الفارماكوكاينتكس والبيوفارماسوتكس، ولما حكينا على البيوفارماسوتكس كنت حكيت إنه هي عبارة عن الساينس اللي بيجمع ما بين الفيزيكال فارماسي، كيميكال فارماسي، اندستريال فارماكولوجي، وقول كاينتكس، عشان نحصل إحنا على المحصلة النهائية للعلاج من اي او للفول تريتمنت من اي فارماسيوتيكال دوزج فورم. نحكي بداية، احنا رايحين نبلش نحكي اليوم ان شاء الله على اجزاء الفارماكوكاينتكس. الفارماكوكاينتكس زي ما اخذتوها بالفارماكولوجي هي تتضمن absorption, distribution, metabolism والاكسكريشن او الاليمينيشن. هلا بالعاده بتصير عندي هاي الخطوات، هي زي ما حكيت مش متلاحقه، هي بتصير كلياتها تقريبا مع بعضها، لانه مباشره ونس الدواء وصل للدم ببلش هذا الدواء يعطي الاكشن داخل الجسم. فبالعموم الكاينتكس ممكن نختصرها احنا بهذا السكيم اللي موجود امامنا هون. العمليه تبدا من عمليه الدرج ابزوربشن من هاي المنطقه لهون. عملية الدرج ابزوربشن هي او هون عفوا الدرج ادمنستريشن، احنا بناخد هذا الدواء، اخذنا لهذا الدواء بغض النظر عن الروت اوف ادمنستريشن، ممكن ناخده عن طريق اورال، ممكن ناخده عن طريق بارنترال، ممكن ناخده انتراديرمال انتراماسكولار، بغض النظر عن الروت اوف ادمنستريشن ناخذ هذا الدواء. تتبع هاي العملية عملية ابزوربشن. عملية الابزوربشن هي عملية انتقال هذا الدواء من السايت اوف انجكشن او من السايت اوف انتيك للسيستميك سيركيوليشن، للدورة الدموية. وانتبهوا انه هاي العملية هي وان واي دايركشن، هي عملية باتجاه واحد، بمعنى المادة اللي بيصير لها ابزوربشن مثلا من الامعاء، اذا احنا عم نحكي عن مادة اورال، المادة اللي بيصير لها ابزوربشن من الامعاء باتجاه الدورة الدموية هي absorption باتجاه واحد، يعني اللي بيطلع من جدران الأمعاء ما برد برجع لها مرة تانية. ببلش هذا الدواء يسبح بالsystemic circulation أو اللي بنسميه بالبلازما وبالبلود. وجوده بالsystemic circulation بيحتم عليه، ممكن إنه يصير عليه أكثر من عملية. أول عملية ممكن إنه هذا الدواء يرتبط مع البلازما بروتين. إذا ارتبط مع البلازما بروتين بيتحول لهذا الدواء لمادة inactive، والأدوية اللي بتكون مرتبطة مع البروتين هي أدوية غير فعالة، وهي أدوية ما بتصير عليها عملية metabolism ولا بتصير عليها عملية excretion ولا بتعطي pharmacological action ولا إلها حتى elimination، لأنها أدوية bounded to protein، مرتبطة مع البروتين. ما بتصير هاي الدواء فعالة إلا إذا بينفك ارتباطها مع البروتين، وبالتالي بتتحول لأدوية أكتف. هاي الأدوية اللي موجودة بالسيستميك سيركيليشن، إشي تاني ممكن يصير عليها، ممكن تطلع هاي الأدوية وتعطيني ترتبط مع التارجت انتر أكشن، مع العضو اللي بدها تشتغل عليه، وتعطي الفارماكولوجيكال أكشن بهذا العضو، تعطي النتيجة النهائية أو تعطي الفعالية الدوائية بهذا العضو. انتبهوا إنه عملية دخول وخروج الدواء من وإلى الدم مع التارجت تيشو هي عملية ريفيرسبل، بمعنى هاي العملية اسمها ديستريبيوشن. هذا الديستريبيوشن هي عملية ريفيرسبل، يعني الدواء بفوت من الدم إلى النسيج وبرجع من النسيج إلى الدم بعملية ريفيرسبل. فهون العملية هي بتو دايركشن، باتجاهين. برضو كمان عندي عملية الميتابوليزم أو عملية الأيض اللي بتصير على المادة. المقصود بعملية الميتابوليزم هي عملية الأيض اللي بتصير على هاي المواد، وعملية الميتابوليزم أو عمليات الأيض انتبهوا إنها هي كمان بone way direction، بمعنى المادة اللي بتصير عليها ميتابوليزم هي ما بترجع للجسم مرة تانية. وانس الدواء صار له ميتابوليزم، صارت له عملية أيض، جزء كبير منه بصير فعال وجزء كبير منه بتبدأ عليه عملية الإكسكريشن، عملية الطرد وعملية طرحه خارج الجسم، حتى تتم عملية الإليمينيشن أو الإكسكريشن للبرودكت.
انتبهوا انه عمليه التحول من الميتابوليزم للاكسكريشن، والاكسكريشن اذا بده يخرج خارج الجسم، جميعها هي عمليات بون واي دايركشن، بمعنى هي عمليات باتجاه واحد، يعني اللي بيصير له ميتابوليزم ما بيرجع للفورم اللي كان عليه. واذا تم طرح هذا الدواء خارج الجسم باحدى عمليات الاكسكريشن، باحدى عمليات الطرح، فبالتالي هذا يؤثر على الدواء وبيخرجه خارج الجسم، وهي عمليه irreversible، بمعنى لن يعود هذا الدواء الى داخل الجسم مره اخرى. رح نرجع نحكي احنا ان شاء الله بمور ديتيلز عن هاي البروسيس. رايحين نبلش نحكي ان شاء الله على عمليه الابزوربشن. عمليه الابزوربشن هي عمليه امتصاص، هي اول عمليه بتصير بمستوى عمليات الفارماكوكاينتيك، وهي اول عمليه بتصير على هذا الدواء. هي عمليه امتصاص هذا الدواء من مكان ما هو موجود فيه باتجاه الدوره الدمويه، بمعنى ممكن اكون انا ماخذ الدواء على شكل اورال تابلت، اقراص او كابسولز او شراب او شو ما كان. عمليه امتصاص هذا الدواء بمعنى عمليه انتقال هذا الدواء من الجدران الداخليه الى الامعاء باتجاه الدوره الدمويه، هاي يطلق عليها اسم عمليه الابزوربشن. ونفس الشيء اي دواء موجود على الجلد، اي دواء بنعطيه على شكل حقن تحت الجلد، بوكل سابلينجوال، كلياتها يجب انها تمر بعمليه الابزوربشن، ما عدا الادويه اللي تعطى دايركت بارنترال ادمنستريشن، ما عدا الادويه اللي تعطى مباشره في الدم زي حقن الاي في مثلا، الاي في الانترافينس، الانترافينس او الانفيوجن او الاي في بولس، هدول مباشره بتوضع للدم، فهدول هذا النوع من الادمنستريشن ما فيه ابزوربشن، الدواء مباشره ببلش على الديستريبيوشن. فالابزوربشن is generally described هي عمليه الموفمنت of the drug from the site of administration towards central compartment، هي عملية امتصاص هذا الدواء وانتقاله من المكان اللي حطيناه فيه حتى يصل إلى الدورة الدموية. So we have to note that in a solid dosage form first required dissolution. إذا إحنا ماخدين تابلت وهاي التابلت هي عبارة عن solid dosage form، أول عملية بدها تصير على هاي التابلت هي عملية dissolution. dissolution من اسمها dissolution يعني solution، يعني بدها تتحول هاي التابلت لمادة سائلة. وعشان نكون واضحين أكثر، هي ما بتكون dissolution، هي عملية أولها، أول العملية هي disintegration يتبعها dissolution. عملية التابلت لازم تصير عليها تكسير، تتكسر هذه التابلت وتتحول لحبيبات صغار، هاي الحبيبات صغار تبدأ عليها عملية الذوبان وتتحول للديسوليوشن. فبداية إذا إحنا ماخدين أدوية عبارة عن solid dosage form، هاي solid dosage form require disintegration، بتحتاج إنها تتكسر. هاي disintegration بتحتاج إنه يصير لها عملية dissolution، تتحول لمادة سائلة ذائبة في الوسط اللي هي موجودة فيه، يعني ذائبة في الوسط اللي المادة هاي موجودة فيه. Which it is the amount of the drug substance that goes in solution per unit time under standardized condition of the liquid-solid interface. طبعاً عملية dissolution هي عملية بتتحكم فيها معدل ذائبية هذا الدواء أو هاي المادة في السائل اللي بتكون موجودة فيه، وبيتحكم فيها عملية الانتشار ما بين السوليد وما بين الليكويد interface. طبعا اكيد تتحكم فيها درجه الحراره والضغط وما الى ذلك. temperature and the solvent composition of the tablet or capsule in order to release the drug that it is available for absorption. بتتحكم فيها درجه الحراره، بتتحكم فيها عوامل اخرى عشان نتمكن من عمليه اذابه هاي المواد. as a pharmacist you are mainly concerned with the bioavailability rather than absorption process itself. وهذا اللي هو مهم، انت كصيدلي ما بهمك مفهوم كلمة الابزوربشن، انا ما بهمني قديش صارت عملية الابزوربشن بقدر ما بهمني اشي بنسميه الوفرة الحيوية او البايو افيلابيليتي. الوفرة الحيوية هي عبارة عن التوافر الحيوي من هذا الدواء، بمعنى
قديش الكمية اللي بيكون موجود منها هذا الدواء داخل الدورة الدموية. فالبايو افيلابيليتي هي عبارة عن جزء من 100، بمعنى ممكن البايو افيلابيليتي تكون عبارة عن 60%. إذا البايو افيلابيليتي كانت عبارة عن 60%، بفهم إنه هذا الدواء 60% من الجرعة اللي تم أخذها هاي اللي بتكون موجودة بالدورة الدموية، غير هيك جزء كبير المتبقي 40% لم يتم امتصاصه. فأنا كصيدلي مش كتير بهمني الأبزوربشن، عملية الأبزوربشن كعملية امتصاص، بقدر ما بتهمني البايو افيلابيليتي أو الوفرة الحيوية. So as a pharmacist you are mainly concerned with bioavailability rather than the absorption process itself. المقصود بالبايوافيلابيليتي زي ما حكيت هي الوفرة الحيوية من هذا الدواء بالدورة الدموية، وهي عبارة عن نسبة مئوية، يعني 60%، 50%، 40، 30، 90، 80، هذه هي الوفرة الحيوية. So the bioavailability describes the fractional extent to which the drug or the dosage form of the drug reach its site's action or biological fluid from which the drug has access into the site of action. الوفرة الحيوية هي بتقيس fractional extent، التوافر الحيوي من الجرعة اللي أخذناها من الدواء وصولا اللي رايحة توصل للسيستميك اكشن او السايت اوف اكشن او البيولوجيكال فلويد. فهاي هي اللي تدل على مقدار الوفرة الحيوية which has access to the site of action، عشان احنا ما بنعرف ناخد عينات من النسيج. يعني انا اذا بدي اقيس تركيز الدواء بالقلب ما بقدر اخذ عينة من نسيج القلب، انا باخذ عينة من الدم. فبتعامل مع الدم انه هو عبارة عن الكومبارتمنت اللي انا بحصل عليه على تركيز منه من الجسم، او تركيز الدواء بيعطيني استيميشن على تركيز الدواء في الجسم. ففي هاي الحالة بعتمد على تركيز الدم على اساس انه تركيز الدم هو التركيز الرئيس او هو التركيز اللي بيعتمد عليه او بدلني على تركيز الدواء في الانسجة تقريبيا. We are going to talk in details about dissolution و bioavailability. Dissolution هذه بنحكي فيها إن شاء الله بـ later on. Bioavailability المقصود فيها الوفرة الحيوية، و already أنتوا حكيتوا عنها بالفارماكولوجي. For example, if a drug is given orally، إذا أخذنا الدواء orally it must be absorbed first from GI tract. إذا أخذنا الدواء orally أولاً يجب أن تتم عملية امتصاص لهذا الدواء من خلال جدران الأمعاء. But the net absorption may be limited by characteristics of the dosage form. عملية الامتصاص ممكن تكون limited، ممكن تكون محددة أو ممكن تكون متأثرة بخصائص مختلفة من الدوزج فورم، أو ممكن تكون متأثرة بعملية الانتستينال ميتابوليزم and export into intestinal lumen. كل هاي العوامل ممكن تأثر على عملية وسرعة امتصاص الجسم لهاي الدواء. The absorbed drug then passes through the liver. أي دواء فات أو بفوت عن طريق الجهاز الهضمي عن طريق الفم، هذا الدواء جزء منه بده يطلع من الأمعاء ويوصل للليفر، وجزء منه بده تصير له عملية يطلق عليها اسم first pass metabolism أو first pass effect. كل دواء بناخده عن طريق الأورال روت، بناخده بلع من خلال الفم، هذا الدواء بيكون على شكل أو بيمر من خلال مرحلة يطلق عليها اسم first pass metabolism. Then the absorbed drug then will pass through the liver، بمر من خلال الليفر. Where the metabolism may occur، بتصير عليه عملية الميتابوليزم أو بتصير له عملية الأيض. Where metabolism may occur before the drug enter the systemic circulation، قبل ما هذا الدواء يفوت ويطلع باتجاه الدورة الدموية. طبعا هاي العملية يطلق عليها اسم first pass effect أو first pass metabolism. As a result، بالمحصلة النهائية كأني بحكي إنه الأدوية اللي تأخذ oral جزء منها يتم تكسيره وجزء منها تتم عليه عمليات الأيض قبل ما إنه يفوت هذا الدواء للدورة الدموية، وكأني بحكي إنه الدواء هذا بقل تركيزه قبل ما يوصل أصلاً للدم. فبالتالي هذا يؤثر عملية الفيرست باس ميتابوليزم، تؤثر إنه هذا الدواء
will decrease the bioavailability of the drug، رايحة تتأثر الوفرة الحيوية لهذا الدواء اللي موجودة بالجسم. The effect are the efficacy and the rate of absorption، العوامل اللي بتأثر على عملية الفعالية وسرعة الامتصاص هي عوامل مختلفة. أولا العامل الأول هو عبارة عن المساحة السطحية اللي يتم من خلالها عملية الابزوربشن، وهنا العلاقة علاقة طردية، بمعنى كلما زادت أو كلما كانت المساحة السطحية اللي المادة بدها يتم الامتصاص عليها مفرودة على مساحة أوسع، بتوقع إنه هاي المادة يكون معدل الابزوربشن لإلها أسرع. منطقي، ما هي كلما زادت المساحة اللي بدها تنفرد عليها المادة، وكأني بحكي إنه هاي المادة بتنفرد على مساحة سطحية واسعة كتير، هذا بينعكس إنه الكمية اللي يتم امتصاصها كمان كمية واسعة كتير. So as the surface area increase، كل ما زادت surface area المساحة السطحية صارت أوسع، بتصير عملية الابزوربشن الريت معدل السرعة للامتصاص كمان بصير أوسع أسرع. النقطة هون برضو الدرج absorbed from intestine أكثر من الدرج absorbed من الاستمك. بالعموم هو تكاد تكون نسبة الأدوية اللي يتم امتصاصها من الأمعاء شبه معدومة، شبه قليل كتير، بمعنى من الأمعاء لا يتم امتصاص إلا السوائل تحديدا المي. فمعظم المواد اللي بتتم عليها عملية الامتصاص، عملية الامتصاص بتصير تحديدا بتصير بالمعدة بالانتستين عفوا. So الابزوربشن بيصير من الانتستن اكثر من الابزوربشن اللي بيصير بالاستمك. والانتستن هي عباره عن the main site for absorption for most of the drug اللي يتم اخذ هاي الادويه عن طريق الاورال روت اوف ادمنستريشن. الانتستن الامعاء هي المكان الرئيسي اللي بتصير عليه عمليه امتصاص او بتصير من خلاله عمليه الامتصاص. العامل الثاني other factor that affect the bioavailability هي عبارة عن route of administration، طريقة أخذي لهذا الدواء. طريقة أخذي لهذا الدواء أكيد بدها تأثر على مقدار تركيز هذا الدواء بالدورة الدموية. So route of administration which it is the path by which the drug it is brought to contact with the body. بمعنى إذا أنا ما أخذ الدواء هذا، إذا أنا ما أخذ نفس الدواء ما أخذيته IV، البايو افيلابيليتي من الاي في هي 100%، لانه انا مباشره بحط كل تركيز هذا الدواء بنزله بالدم، بحطه بالدم. فالبايو افيلابيليتي لاي ادويه تعطى مباشره في الدم على شكل انترافينس انفيوجن او اي في بولس او انترا ارتري، كلياتها تراكيزها بتكون 100%. طبعا لما احنا بنغير الروت اوف ادمنستريشن بتتغير معاه كمان عملية الابزوربشن، أو تتغير معاه كمان كمية البايو افيلابيليتي. بمعنى البايو افيلابيليتي للأورال دراجز، للأدوية اللي بناخدها عن طريق الفم، بتوصل 70 60 50%. البايو افيلابيليتي للأدوية اللي بتنحط على الجلد 20 ل 30%، فبتكون أقل. فالروت اوف ادمنستريشن بتأثر كتير. مثلا الأدوية اللي بناخدها كمان سبلينجوال اللي هي تحت اللسان أو في باطن الخد، هاي البيو افيلابيليتي لإلها ممكن توصل 80 و90%، لأنه مباشرة الحبة بتدوب تحت اللسان مباشرة بتوصل للدم، أنا ما عم ببلعها. فهاي الأدوية عملية الأبزوربشن لإلها عملية سريعة، وبالتالي البيو افيلابيليتي لإلها كمان بيكون بيو افيلابيليتي عالي. فمثلا الروت اوف ادمنستريشن ار مينلي ديفايدد، عندي اكثر من روت اوف ادمنستريشن، ممكن يكون عباره عن انترنال او الانترال، وممكن يكون عباره عن البارنترال ادمنستريشن. بالعموم كل شيء بارنترال، كل شيء يؤخذ على شكل الحقن، سواء كانت حقن تحت الجلد، حقن عضليه، حقن مباشره في الدم زي الاي في بولس والانفيوجن، هاي مباشره بتعطي تراكيز بايو افيلابيليتي عاليه. We are going to take about نحكي عن هذا الحكي عن the route of administration في later on. النقطة الثالثة هي معدل التغذية الدموية لل site of absorption، يعني المكان اللي أنا أعطيت فيه هذا الدواء قديش بيوصله دم. إذا بيوصله دم بكمية عالية معناته البيو availability عالية كتير، إذا بيوصله دم بكميات قليلة معناته البيو availability كمان كمية قليلة، بحكم انه انا بقيس البايو افيلابيليتي من تركيز الدواء بالدم. ف
فإذا أصلاً بالأساس الدم بيوصل بشكل كتير قليل لهذا النسيج، فمعناته البايو افيلابيلتي بدها تكون قليلة. أما إذا الدم بيوصل بكمية عالية كتير لهذا الدواء بتركيز عالي كتير وبكمية بلوت سبلاي عالية كتير، فبفهم إنه هذا الدواء البايو افيلابيلتي رايح تكون لإله عالية. فمشان هيك البايو افيلابيلتي هاي بلود فلو بيكون عندي ابزوربشن ليفل عالي، بمعنى الامعاء عندي لارج سيرفيس اريا، هاي اول عامل بيكون اموره تمام، وعليها كمان هاي بلود سبلاي. اصلا الامعاء تغلفها شبكه من الشعيرات الدمويه عشان اي ماده تخرج من جدران الامعاء مباشره تلتقطها شعيرات الدم، فمباشره بتصير عليها الامتصاص. فعملية الامتصاص لأي مادة يتم أخذها عن طريق الأمعاء أو يتم امتصاصها عن طريق الأمعاء هي good absorption. بالنسبة للسكن، السكن هو large surface area، مساحة سطحية واسعة كتير، لكن ما عليها تدفق دموي عالي كتير، مشان هيك الabsorption بصير بطيء كتير من الجلد. مشان هيك bioavailability لأي مادة إحنا منحطها على السكن بتكون قليلة، فما بلاقي تركيزها عالي موجود بالدم. بالنسبة للأنف اللي هي تجويف الأنف، اللي هو الأنف يحتوي على غزارة عالية جداً من الشعيرات الدموية، لكن مساحته السطحية الأنف، المساحة الداخلية للأنف مساحة صغيرة كتير. النوز هو عبارة عن small surface area، مساحة سطحية قليلة كتير، لكن عليها high blood supply، تغذية دموية عالية جدا. مشان هيك الابزوربشن ليفل عليها عالي كتير، وللأسف هذا اللي بيعتمدوه الأشخاص المدمنين. الأشخاص المدمنين اللي بتعتمد على السنيفنج، بتعتمد على استنشاق المواد زي الهيروين والكوكين وهذا الحكي، البودرة اللي بيشموها بيكون مطحون معاها زجاج، زجاج بودرة مطحون بودرة. ليه؟ عشان بس يسحب عن طريق الاستنشاق هذا الزجاج. تجويف الأنف هو تجويف صغير، عشان هذا الزجاج يعمل جروح بالتجويف الداخلية في الأنف، فيزيد معدل blood supply أكتر، فتصير الابزوربشن عالي كتير. هذا طبعا مشان هيك بيكون في عندهم دائما نزيف بالأنف كتير، لأنه في بيكون في زجاج مع البودرة اللي بيشموها. إن أشك blood supply أو blood flow to muscle, gastrointestinal tract, subcutaneous side decreases, this will influence the absorption. في عنا برضو كمان ببعض الأحيان ببعض الأحيان من خلال GI system بتكون عمليات الامتصاص أقل، بتكون عمليات الامتصاص أكثر. إذا بدنا نحكي على GI system، عندي أكثر من مكان، لأنه أنا ممكن أخذ الدواء عن طريق oral، ممكن أخذه rectal. الريكتل بتكون عملية الامتصاص عليه عملية امتصاص عالية وعملية امتصاص سهلة كتير. التركيز الرابع أو النقطة الرابعة هي عبارة عن الدراج كونسنتريشن، تركيز هذا الدواء. بمعنى الدراج كونسنتريشن of the drug at the site of administration is important in determining the concentration gradient relative to blood concentration. وطبيعي جداً كلما كان تركيز هذا الدواء عالي بتكون عملية الامتصاص كمان عالية. بمعنى تحديداً إذا أنا أخذت هذا الدواء عن طريق الأورال روت، التركيز العالي يؤدي إنه عملية الامتصاص تكون عالية، لأنه أنا بكون حسبت حساب الدواء اللي بدها تصير عليه First Pass Metabolism، وبالتالي ما رح أخسر جزء من هذا الدواء في عملية الامتصاص، أو ما رح تكون عندي الخسارة عالية كثير. النقطة الخامسة هي عبارة على الفيسيوكيميكال كاركتر اوف ذا دراج، اللي هي تعتمد على الخصائص الفيزيائية والكيميائية للدواء. بمعنى نعتمد على السايز، على حجم الدواء، على معدل التأيون ionization واللايبوفيليسيتي. ونقطة مهمة جدا جدا جدا، كل ما كان الدواء highly ionized، يعني دواء متأين كتير، هذا الدواء عملية طرحه أو عملية طرده خارج الجسم تحديداً عن طريق اليورينري إكسكريشن بتكون عالية كتير، فبصير في عندي مشكلة بعمليات الري أبزوربشن، فبيأثر كمان مرة على عملية التركيز وعلى البيو أفيلابيليتي. النقطة السادسة هي عبارة عن الـ pH of the drug and the absorption site، مقدار الرقم الهيدروجيني، لأنه كل دواء
في له اوبتيمم بي اتش، وكل دواء في له اوبتيمم ابزوربشن سايت. بعض الادويه بتصير عمليه الامتصاص لها في الايرليير بارت من الانتستين. طبعا هي ها بتكون بي اتش ديبندنت، لانه البي اتش ترافلينج خلال الامعاء او خلال الجهاز الهضمي بتكون تختلف تتغير ابتداء من ويك اسيد وصولا للويك الكالاين. السيل ممبرين كونسيست اوف ليبيد باي لاير اند ليبيد اور فاتي، بتكون عباره عن ليبيد كونتنت which it dissolve، مسؤوله عن عمليه الديزولفيشن للنون ايونايزد لايبوفيليك دراج. فهي لازم يكون عندها جزء بدوب بالانسجه الدهنيه. بمعنى طبعا الادويه كلياتها ايذر ويك اسيد او ويك بيس. الويك اسيدك دراج افضل مكان بتصير لها عمليه الامتصاص هي في الايرليير بارت بالانتستين، وفي هلا في الاستومك عمليه الامتصاص ما بتكون كثير عاليه الا للمواد السوائل، بينما عمليات الامتصاص الاكثر بتكون في الايرليير بارت اوف انتستين. طبعا عندنا ادويه بتكون بيسك دراج ويك بيسك دراج، هاي الأدوية أكثر مكان بتصير فيه عليه عملية الامتصاص هو في late part من الانتستين. النقطة السابعة هي عبارة عن الشكل الصيدلاني، the pharmaceutical dosage form of the drug. طبعا الشكل الصيدلاني هو بيحدد the physical form of the final pharmaceutical preparation، وهو اللي بيحدد the drug delivery system، يعني كيف طريقة إيصال هذا الدواء. which it is formed by technological process عن طريق عمليات الformulation drug formulation and it must reflect therapeutic iteration route for drug administration and dosage form. هي اللي بتحدد الشكل، وهي اللي بتحدد او هي العامل اللي بتحدد على عملية امتصاص هاي الأدوية. واضحة يا شباب؟ في اي استفسار لهلا؟ تمام دكتورة. دكتورة هذا اغلب مراجعة على